وما زلنا مشاهدينا نتابع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمره الصحفي صباح اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والذي أدان فيه بوضوح ما يحدث في غزة. وللمزيد معنا عبر الهاتف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة ديل. أستاذ تيسير، يعني تعليقك على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي صباح اليوم. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة احنا بنمر بظروف غير طبيعية وغير مفهومة، في أحداث غير طبيعية بنشوف فيها مواقف مع ناس من أهلنا في غزة وكلنا متعاطفين معهم. تصريحات السيد الرئيس النهاردة أسلجت صدور المصريين جميعا وأكدت على أن القضية الفلسطينية لن تنتهي. تأكيد سيادته في إنها باهتمامه بعدم التهجير للفلسطينيين ورفضه لإنهاء القضية الفلسطينية بالشكل اللي إسرائيل عايزاه، بعد نظره في المواقف اللي بينادي بيها على مدار السنوات السابقة وحتى اليوم، اهتمامه بدور القاهرة وبدور مصر في السادة إخواننا الفلسطينيين، تأكيد الرئيس باستمرار على أهمية عدم خروج وتهجير الفلسطينيين لعدم إنهاء القضية الفلسطينية، كل الكلام ده كله بيأكد على أهمية دور السيد الرئيس في موضوع القضية الفلسطينية، وأكد كمان إن الموضوع ما يخصش الفلسطينيين فقط ولكن بيخص العرب بالكامل. احنا بنحيي الرئيس على تصريحاته. طب استاذ تيسير، يعني حين نتحدث عن تصريحات الرئيس بانه مصر بها 105 مليون مواطن، والراي العام المصري والراي العام العرب يتاثران ببعضهم البعض، كيف ترى يعني هذا التصريح وتاثير الراي العام على يعني المواقف السياسيه في القضيه الفلسطينيه؟ الرئيس يثق تماما في شعبه والشعب يثق تماما في رئيسه. احنا لما سيادة الرئيس بيقول ان لو فتح الموضوع لرأي الشعب هينزل 105 مليون يقولوا رأيهم، ده هو بيثق تماما في ان الشعب كله خلف الرئيس والشعب كله مع الرئيس والشعب كله عنده استعداد ينزل يدي للرئيس تفويض جديد في زي ما سبق قبل كده، تأكيد على ان ثقة الشعب في الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقة ليس لها حدود، وان في المواقف قد نختلف في بعض الموضوعات بسبب اي ظروف اخرى، ولكن عند الوطن كلنا مع الرئيس وكلنا مع القياده السياسيه وكلنا مع القوات المسلحه. وبنشكر الرئيس على حفاظه على الدوله المصريه. الدوله المصريه مهمه جدا ان احنا نحافظ عليها، وبعد نظره وحبه لمصر وحبه للمصريين وعدم جرفهم لاي موضوع ده تقدير جوه قلوبنا لسيادته ولبعد نظره وحكمته، وبندعي له بالتوفيق والسداد في الخطوات القادمة وفي ظل الظروف الصعبة اللي العالم العربي والعالم كله بيعيش. أشكر جزيل الشكر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة الديل.